صرحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر بأن مجموعة البنك الدولي وافقت أمس على المشاركة في ضخ استثمارات مباشرة بمصر تصل قيمتها الإجمالية إلى نصف المليار دولار، وذلك في مشروعات واعدة بقطاعي البترول والغاز. وأقر المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية توفير تمويل بنحو 100 مليون دولار كمساهمة من المؤسسة في تلك الاستثمارات التي ستقودها شركات عالمية كبرى. وأشارت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية سبق ووافقت منذ شهر واحد فقط على تقديم تمويل قيمته 625 مليون دولار أمريكي لإقامة أضخم مشروع عالمي لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر، تقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري بإنشاء 11 حقلا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية تقدر ب 730 مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجاوات.